بعض الناس يظن أن تعلم الدين تعلم اللغة يكون مثلا بأمور هو يفكر فيها، يعني يقول لابد أن أتزوج، لابد أسافر إلى منطقة كذا. هذا ليس بصحيح. الصحيح أنك تبدأ بطلب العلم في أي مكان تكون فيه. الذي يبدأ طلب العلم مثلا في أوروبا يستطيع يطلب العلم بإذن الله في أي مكان. أما هو ينتظر إلى أن يذهب إلى السعودية مثلا أو إلى مكان كذا، هذا ليس بصحيح. سخم يعني نقوم قافوش شأن غادين شأن غزب أغوتنش حاجة غوغو تيحان خوي وسعودية مقون خوي ووزدبسون تيزو مغتسخفنو قافوش هوا هو دوشتهم تاني وشم آمي يفروبا موشب سوامي ستخوة دجبا وشم آمي شاب زمي شأن غالح شخم قويتنش. نعم، فأنت الآن لا تكن أحمقا، لا تفكر، ابدأ من الآن بطلب العلم، ابدأ بالعمل في أي مكان تكون فيه. عقد نشاغه ومغساغه وأن غزر زبغة وتنم يوجيها ودنوش مآمي سفدش بوش مآمي. أنت الآن في دولة من الدول، قدر الله عليك هذا، لابد أن ترضى بالقضاء والقدر وتطلب العلم بما أعطاك الله سبحانه وتعالى. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما مسلمان قرار قرم وشعرفا وشتفا لحشكم أغدو يناتن قد اتخاما أبجوار زنوه لحشكم يناتن قد اتخامك يجيب خزافات جي قبغة سببه شاكي نغوي أر قبغة سببه شأن غزر زبغة وطنو بحنوه.